سمع كامل يعني الخطاب باللغه الانجليزيه اوليو يشرحني قال لي واش هو يخرط عليهم هدايا شافيا بخزره احتقار. الخدمه تاعي سي ان جي توريستيك ولا مرشد سياحي في القصابه اللي نجيبوا الاجانب يعني نعرفوهم ببلادنا الجزائر ونعرفوهم بالتاريخ الكبير ويعني الثقافه الشاسعه اللي عندنا. ايبا واحد النهار يعني حكايه طريفه جوست نحكوها للجمهور وبالك نستفادوا كامل منها لانه شفت فيها يعني عبره انايا. وانه كنت نحكي واحد النهار باللغه الانجليزيه، كان عندي جروب يعني اجانب اللي كنت نحكي لهم على تاريخ الجزائر اللي انا قريته ودرسته، وجا واحد الشيخ يعني متطفل اللي نقدر نسميهم بزاف متطفلين انا نشوفهم ان بي باغتو، يجي ليا يوقف قدامي يبدا يتصنت واش راني نهضر، سمع كامل يعني الخطاب باللغه الانجليزيه بعد ما كملت الشرح اوليو يشرحني قال لي واش هو يخرط عليهم هدايا شافيا بخزره احتقار. ايبا هاد الحاجه اللي خلاته هو يشوف فيا بهالطريقه راهي كاينه عند معظم الجزائريين، وهي يعني هاد الحاجه بالضبط اللي ما خلاتناش يعني نحبوا بعضنا ونتطوروا. يعني شوف بزاف عباد جازو ويقول لك لازم نتحابوا، ما نقدروش نتحابوا ومازال فينا هاد الحقد وهاد الحسد وهاد العفايس اللي سلبيين على المجتمع الجزائري اخي.